diye tanınan Zeynep diye kadın. Hasta hada posterior. Yani telkin. Bu hada şunu anterior. Ako subcutaneous part tissue. Skin subcutaneous. Hani şöyle anterior. تشوفون هذا البياض الموجود ده ايش اسمه ليه سنه شنو هذا هي هي هالكلاب ده ليش ديب لها راح نشوف بس ديب لها بس خلينا نشوف ديب لها ترانسيك مصر هاي مصر يسموها لكسا ديجيتي من ديجيتي لا لكسا ديجيتورم بريكس لكسا ديجيتورم بريكس طبعا قبل من كانوا يسمون لاند مارك يقول لك طخ البون وروح هسه في السونار نشوف لازم ما نطخ البون بالعكس لان اذا طخينا البون راح يصير انجكشن لو انترا ماسكولار لو بتوين دي مصل اند بون بينما احنا شو نريد؟ نريد الفيشة اللي هي فوقها هاي نرجع لها الفيشة نرجع للبون هذا البون وهاي الفيشة ديب الها سامر بالضبط بين المصل والهاي راويهم هاي كانت فيشية هذا الثين اللي قلنا 4 to 5 ملين تمام احنا هاي فات وهاي انترانسيك مصير اوف ذا فود احنا نضرب هنا على شو ايش راح يصير؟ راح يصير سيبريشن طبعا احنا ليش طلعنا نايسس سيبريشن حتى الكروموسوم شنو يعني؟ يقدر يسجل الترانسفير هسه هسه انت بس شفت هذا؟ شنو فائدة هذا الفيو عن الشورت اكسس؟ هذا الفيو يراويك البون وين؟ الكالكينيان بون فانت من خلاله تقدر تختار الانجل اللي حكى عليها سامر اللي هي قريبة منه بس انا من راح اروح هسه راح اغير الى الشورت اكسس وكلش راح يصير واضح لانه اكو منطقه راح اوفى للبون هاي بس هذا البون فانا ما اقدر اعرف هسه انا ايش قد بعيد عن هالنقطه لان انا دا اشوف بس بون مو صحيح؟ بون وسكر هسه راح هسه بديت طلعت الفيشي هسه بس انا ما اعرف هسه انا ايش قد بعيد عن الهنقطه سامحني نعم استاذ مو احنا هسه هاي المشكله هذا هنا عن البون هذا هاي الفيشة بس انت بالضبط انت ما تعرف وين النقطة بالضبط يعني هاي الانجل اللي حكينا عليه بس انا ايش قد ما امشي هو اكو بون هسه صار فراغ بين البون والفيشة هسه بعد اكثر الفراغ دايما هسه يزهر يصغر 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 فانا بالنسبة لي طبعا بريفير انه يكون الانجكشن هيك ممكن تلقون اكو انجكشن على الشورت اكسس اكو سؤال عليه سهله زين هسه وين نروح